حضرتك شايف او في حد بيحاول يعمل مشكلة وأزمة بين رجال الأعمال الوطنيين وبين الرئيس؟ شوف، هو حد محدد بيحاول يعمل حاجة؟ ما رصدناش حد. لكن عايز اقول انه الرئيس حريص جدا على تنمية مستدامة لمصر، وفي اكثر من لقاء يدعو رجال اعمال مصر ويقول لهم انتوا ولاد البلد، انتوا اهل مصر، تعالوا باستثماراتكم، تعالوا بخبراتكم، تعالوا بسواعدكم كلها عشان تبدوا مصر الحديثة. لانه الراجل لما قدم نفسه، انا بعمل فيجن، انا بتاع المشروعات الكبيره بقى، انا عاوز ابني مصر العظيمه، مصر الكبيره. خيال الرؤى المستقبل الكبير بيحتاج قوه دفع كبيره في الاقتصاد. مين اللي هيبني البلد ده؟ نمره واحد اساسه المصري، اساسه المصري، سواء كان بعقله او بايده او بماله. لما ينجح يجيب العربي والاجنبي بعد كده. يزيد التارجت الاولان ان كيفيه نهيئ المناخ للاستثمار لابن البلد. في ناس بتلعب في الحته دي بقى، في ناس بتشكك. طبعا الوطني الامين عارف رسالته، لانه البلد دي لما تحصل حاجه عنده مخاطر حتى في استثماراته الموجوده. ما هو ما 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 هو الخطر على الكل. ما انت لما انت وسيله من حمايه استثماراتك انك تدفق استثمارات جديده عشان تخلي البلد قويه. سياده الرئيس في اكثر من موقف الحقيقه اشاد بمواقع الانتاج، ونفسه يشوف تغير كبير جدا. انا بتمنى ان الحكومه تكون ليها خطواتها زي ما بالسرعه اللي سياده الرئيس بيتكلم عليها. الحقيقه في جاب كبيره جدا بين خطوات الاصلاح اللي بتعملها الحكومه وبين خطوات الرئيس وطموحاته. في فرق، في فرق كبير جدا. ان انا اقول ايه، انا عندي خطه خمسيه عاوز احققها، تطلع اخر سنه تحقق 50% منها، 30% منها، 80% منها. لكن انا حطيت اطار انا بشتغل فيه، اطار ضعيف جدا ومتواضع جدا. يبقى انت كل سنه لما بتتكلم على خطه خمسيه، وكل سنه ليك جزء بتنفذه من الخطه الخمسيه دي، مختلف تماما عن انك تقول لا ده انا برسم رؤى لمستقبل مصر. انا بتكلم على رؤى، انا بتكلم على فيجن. زي ما الدول الكبيره بتقول لك انا عايز دوله صناعيه في مدى مثلا 30 سنه او 50 سنه او 10 سنين. لما بتيجي ترسم الرؤى دي بترسم رؤى كل حاجه فيها، بترسم رؤى شكل المواطن يبقى ايه، شكل ال- 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 القريه تبقى ايه، والعاصمه تبقى ايه، والمدن الصناعيه تبقى ايه، والصناعه تبقى فيها ايه، والخدمات اللي بتقدم للشعب تبقى شكلها ايه. بتقدم رؤى طموحه جدا، وعشان تحقق الرؤى دي بترسم مجموعة من السياسات اللي تحقق الرؤى دي. والسياسات دي لازم يدعمها تشريعات، عشان يبقى في عندك سياسات وتشريعات وممارسات بتتمم الرؤى اللي اترسمت. ساعتها ما عندكش بقى خطط بتتكلم عليها، لا ده انت بتستنفذ الخطة الخمس سنين في سنة او اقل، لانك انت عندك رؤى طموحة جدا رسمت لها من السنة، قلت انا عايز احقق الرؤى دي في فترة كذا. ايه اللي مطلوب من البرلمان اللي جاي بعد بكرة؟ لا مطلوب منه كتير. زي ايه؟ مطلوب منه، لا مطلوب منه منظومه السياسات، لانه قد يكون التوقف دلوقتي اللي موجود في مصر سببه دي. واحد يقول لك ايه، استنى البرلمان لما يجي، قد تكون فرمله من دي، لانه في قرارات كتير جدا، قرارات ثوريه كبيره جدا محتاجين ناخدها. انت النهارده عندك امكانياتك، ممكن تكلمني بصراحه عن الحكايه دي؟ انا بمنتهى الصراحه، انا بكلم بمنتهى الصراحه. انت امكانياتك ضعيفه، وعندك رصيدك النقدي قليل، وعندك مديونيات كبيره، وقاعد كل شويه تقترض من البنك وتسحب الفلوس الموجوده في البنك بسعر فايده عالي، فيروح معلي سعر الفايده على الاستثمار، فيأثر على الاستثمار كمان. ده في النهايه خطر، لانه انت عندك مديونيه بتزيد دولار وجنيه، وعندك سعر الفايده بيزيد، يبقى عبء الدين عليه بيزيد، وفي نفس الوقت عندك مواردك الطبيعيه بتقل، لانه انت من سياساتك اللي عملتها الاستثمار قل، ما ادكش الحجم الكبير اللي يعمل لك تدفقات دون ان يكون هناك عبء على الدوله من التدفقات دي. فانت جه ما عندكش وسيله دلوقتي غير انك انت تستدعي راس المال المصري يجي لك، والعربي يجي لك، والاجنبي يجي لك. اذا انت عاوز بقى مجموعه كبيره جدا من السياسات. السياسات دي محفزه، فعاوز تقول انا خريطه مصر الصناعيه شكلها ايه؟ الفيجن بتاعتك انت طموحاته ايه؟ عايز تقول
ادي السياسات بقى اللي انا بدعم فيها الناس. ما انا عايز ده كله ده يجيني من بره دون ان يكون هناك عبء على الدوله. الدوله ما بقاش تقترض، لان الدوله بتقترض عشان تاكل الناس وعشان تعالج الناس وعشان تشرب الناس، مش عشان تعمل استثمارات ضخمه تعود عليها بعائد. هي عملت دوله استثمارات في اكثر من مجال، لكن انا بتكلم بقى على مصر الصناعيه الحديثه، انا بتكلم على امكانياتنا في الاستفاده او تعظيم الاستفاده من كل موارد طبيعيه اللي موجوده في مصر. لسه وزير